Yeah.
تعليم طبقي ولاد الشعب في زناقي هذا تعليم طبقي ولاد الشعب في زناقي هذا تعليم طبقي ولاد الشعب في زناقي هذا تعليم عيش عيش يا مسكين ما عيش دارج الحيل عيش عيش يا مسكين ما عيش دارج الحيل هو وراك الرشوة جيب الشارع
تسريحة جماعية لخدمة القطرونة ويا رجلية ويا هداك يا هداك شوف شوف يولادك أقرار تايا ولا حوم يترمى ويا هداك يا هداك شوف شوف يولادك أقرار تايا ولا حوم يترمى ويا هداك يا هداك شوف شوف يولادك أقرار تايا ولا حوم يترمى Yeah.
Yeah.
يا حكومة الدنيا لا يرمسي
تاخذ الفاتوره شهريا. هذه اللحظه دائما تما ضريبه ميكس ينعش الفضاء السمعي البصري. اللي خصنا نعرفه نطرحوا السؤال. الضريبه ميكس ينعش الفضاء السمعي البصري ديالك. الضريبه كنمولوا بواسطتها لاعلام الرجعي المخزوني. هذا الاعلام اللي كتوجه سلاح ضده واللي عبره كيتم التجهيل ديال المغربي عبر ثقافه التمييع عبر دبلجه المسلسلات المكسيكيه اللي ما عندها حتى شي قيمه مضافه للدارجه المغربيه من اجل تمييع جزيره كتبه دوزيم كتشطح 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 دوزيم كتبح جماهير كتبح دوزيم كتشطح جماهير كتبح دوزيم كتشطح جماهير كتشطح دوزيم كتشطح جماهير كتبح دوزيم كتشطح جماهير كتبح. إذن أقول إحنا الضريبة ديال ميكس ينعش الفضاء السمعي البصري ما كتمثلناش وإحنا ما ملزمينش بأننا نديو هالضريبة وخصنا نتحملوا المسؤوليه تاعنا والجماهير الشعبيه تفكر في الامتناع عن اداء فاتوره الماء والكهرباء ماشي فقط الامتناع عن ميكس ينعش الفضاء السمعي البصري. وحركه 20 فبراير كتوجه نداء للشعب المغربي باش يمتنع على اداء فواتير الماء والكهرباء وجاري عقل اننا جماهير كتفضح دوزيم كتشطح جماهير كتفضح دوزيم كتشطح جماهير كتفضح دوزيم كتشطح جماهير كتفضح أن الرسالة وصلت وإحنا كنأكدوا على هذه المسألة. لماذا الامتناع عن أداء فواتير الماء والكهرباء؟ لأنه كان مدينة قدمت على هذه الخطوة منذ سنوات عدة وهي مدينة بوعارفة. إذا كانت شي مدينة في المغرب أحق بالتمرد وأحق بالانتفاضة فهي مدينة العيون الشرقية. هذه المدينة البائسة مدينة المغرب غير النافع كما كيتعامل معها النظام، مدينة المغرب العميق اللي فيها بالمسائل اللي خصنا نشيروا ليها أنه إحنا كنشكوا في الأرقام الرسمية وما كنتعاملوش معاها، ولكن إذا تعاملنا معاها جدلا لما كيقول لك الصعيد الوطني النسبة ديال البطالة 11% وكتلقاها في إسبانيا 19% لا قياس مع وجود الفارق. ولكن رغم ذلك ووفقا للإحصاءات الرسمية فمدينة العيون الشرقية النسبة ديال البطالة ديالها كترتفع على المعدل الوطني ووفقا للإحصاء الأخير 24%. إذن وأعتقد بطبيعة الحال كنشكوا في هذه المعطيات، ولكن الصورة وضحت، الصورة وضحت يا شباب، الصورة وضحت. هذا عهدكم، هذا يومكم، هذا تاريخكم، هذا عهدكم، سنصنع تاريخا جديد. هذا هو مبنى المغربي العتيد، وتحية نضالية للجماهير الشعبية واللي عنده شي تدخل يقدم الأمام، وتحية نضالية. أيها الواقفون كلكم مسؤولون، أيها الواقفون
شباب احتش احتش بركة ما تفرش يا شباب احتش احتش بركة ما تفرش يا شباب احتش احتش بركة ما تفرش يا شباب احتش احتش بركة ما تفرش اسمح لي ما نخلص نهضر معاك لا حقاش مسؤولية فلسطين 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 فلس
المساطر الممنوحه ومنطقه ديال دوله الرعيه لا دوله المواطنه. المواطنين ماشي رعايا، ولا كانت السلطه كتراهن على العامل ديال الوقت وكتكون الشعب غادي يعيا. الشعب غادي يعيا وما غاديش يطالب المطالب ديالو من اجل اخراج كل انفل المطالبه بالسياسه المطالبه بدوله الكرامه والعداله والديمقراطيه والمساواه والحريه وحقوق الانسان. لهذا كنلتمسوا من الجماهير الشعبيه لخطوه تصعيديه، اعتصام انذاري لمده ساعتين، كنلتمسوا منها تجلس لخطوه اولى، وكاينه خطوات نضاليه غنمشيو فيها مستقبلا من اجل تحقيق كافه مطالب سكان مدينه العلوي الشرقيه وكافه مطالب الشعب المغربي. واللي نبغي ناكد عليه ان الشعب المغربي اليوم حتى واحد ما غادي يمارس عليه السياسه، حتى واحد ما غادي يركب على الاكتاف ديالو باش يوصل لواحد المطالب. حنا اليوم حنا الشعب المغربي حتى واحد ما غادي يتحدث بسميتنا، غادي نناضلو وغادي نطالبو بحقوقنا مشروعه بشكل منظم بشكل سلمي وبشكل حضاري، وما غاديش نعياو. ولا كانت السلطه كتراهن على العامل ديال الوقت وقول لها الشعب المغربي الشباب المغربي ما كيعياش، الشباب المغربي حر، الشباب المغربي حي. وكنلتمس منكم تريحوا ويكون واحد الاعتصام انذاري لمده ساعتين في هذا المقام. هكذاك قاعدين الناس بقيو انتم قاعدين يا فلرز دريا فلرز مالك طيب عليك لامان عليك لامان لا حكومة لا برلمان عليك لامان عليك لامان لا حكومة لا برلمان عليك لامان 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 وحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون اللي بغيناه يكون يكون الحكومة المغربية زيرو الحكومة المغربية زيرو الحكومة المغربية زيرو الحكومة المغربية زيرو زيرو الحكومة المغربية زيرو الحكومة المغربية زيرو الحكومة المغربية ولا الشعب جواته ولا تكون مضبطوه 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 ولا الشعب جواته. إلا ممكن تتحقوا بينا في البلاصة المحددة باللافتات، إلا ممكن تتحقوا بينا في البلاصة اللي محددة باللافتات، زيدوا معنا شوية هنايا. شكرا لكم.